أجرى تلفزيون الجوادين القرعة على المتقدمين لبرنامج الوصول إلى الراية، والبالغ عددهم 360 متسابق، وترشح منهم 20 متسابق، وهم المتسابق علي عبد الأمير هادي، نتمنى له الفوز والموفقية. المتسابق ضياء الماجدي، أيضا نتمنى له الفوز والموفقية. إبراهيم ناعم سعد، نتمنى له الموفقية. علي جواد صادق حاكم، نتمنى له التوفيق. المتسابق محمد كامل إبراهيم. المتسابقة طيبة جواد معيان، نتمنى لهم التوفيق جميعا. المتسابق أحمد وهاب طالب، نتمنى له الفوز والتوفيق. المتسابق حسن عبد الكريم حسن، نتمنى له الموفقية. المتسابق رسول فاضل جبار. المتسابق أيضا أركان حامد مجيد، نتمنى له الفوز. المتسابق أحمد قاسم محمد، نتمنى له الموفقية. المتسابق حسنين تركي كاظم العقيلي، نتمنى له الفوز والموفقية. المتسابق سيف مسلم عقيل العباس، نتمنى له النجاح والموفقية. المتسابق أكرم نوري كاظم التميمي، نتمنى له الفوز والموفقية. المتسابق فاروق زهير محمد علي، نتمنى له الفوز والنجاح. المتسابق ثامر قاسم فرحان، نتمنى له الفوز والموفقية. المتسابقة زينب فاضل عباس، نتمنى لك الفوز والموفقية. المتسابق نعمة كريم سوادي، نتمنى لك الموفقية والفوز. المتسابق رسول جلال عبد المحسن، نتمنى لك الموفقية. المتسابق منتظر عبد الزهر علي، نتمنى لك الفوز والموفقية. وسيقوم تلفزيون الجوادين بالاتصال بالمرشحين للجولة النهائية هاتفيا لتحديد موعد الاختبار التالي. وللمزيد من التفاصيل متابعة صفحة تلفزيون الجوادين على موقع الفيسبوك. نتمنى لكم الفوز والموفقية. من أرض الجوادين، موسى والجواد.